ومن جديد أرحب بعبد الباري عطوان رئيس أحد جريدة الخص العربي. هناك موضوعين أريد الخوض فيهما. موضوع الآن، كتبت أنت مقال منذ فترة اسمها خلجنة الأردن وشرقنة المغرب، مجلس التعاون الخليجي وجه بكلام يعني أو مبادرة لضم هاتين الدولتين إليهما، ما المغارم وما المغانم في ذلك؟ يعني الآن هؤلاء يتصرفوا بعقلية طائفية، الآن في عملية استقطاب سني شيعي في المنطقة، الآن بدهم يواجهوا إيران الشيعية، كيف بدهم يواجهوها؟ بيقدرش يواجهوها بالقوميين، لأنه كانوا طول عمرهم ضد القومية، ضد القومية العربية، ويعتبر القومية العربية كفر ورجس من عمل الشيطان. فإيش الوسيلة اللي يواجهوا الإيراني فيها؟ هي الصراع المذهبي، يعني إنه حشد السنة ضد الشيعة. طيب الآن مصر خرجت من أمرة اللي هو قادة دول مجلس التعاون الخليجي، ولا أقول الشعب طبعا، أنا أحكي عن القادة. طب بدهم يعوضوها، كيف بدهم يعوضوا مصر؟ لأنه مصرين أنهم عاقبوا مصر، لأنه مصر أطاحت بالرئيس حسني مبارك اللي كان خادم عند دول الخليج. الآن يريدوا أن يعاقبوا مصر ويلغوها، أو بعضهم يلغيها عن الخريطة. لماذا لا نرى عفوا استاذ عبد الباري وجه، تفضل، ليش بدك وجه؟ اي وجه؟ وجه الاخر المشرق يعني. طيب بس خلينا نكمل. الاردن بلد ما عندها موارد. طيب يا اخي الاردن تصير تروح، كل واحد اردني يعامل معاملة الخليجي، والمغربي يروح على الخليج، ويصير اي تكتل يجمع من شمل العرب، فيا اهلا به. يا اخي انا ضد هاي. طب ما انا بح صوتي وانا بطالب انه يا اخي يستفيد الامه العربيه من هالفلوس اللي بتروح في اوروبا وبتضيع وبتنشطب في هذا الميلت داون، في الانهيار الاقتصادي. خسر العرب اكثر من 500 مليار دولار راحت اتبخرت هاي استثمارات واشياء. بعرفش اذا الان يعني تتحسن وضع او لا، الله يعلم، لانهم عندهم صناديق سياديه خسرت، يعني اللي عندهم تريليون ونص خسر نصهم تقريبا، وهذا معروف هم وغيرهم يعني فعمليا انا من بطالب انه هذه الاموال تستثمر في الدول العربيه، تستثمر في مصر. مصر 12 مليار دولار، بتدور على 12 مليار دولار. راح اللي هو عصام شرف زار الدول الخليجيه، ما سمعناش دوله قالت اني استثمر في مصر من دول الخليج، يعني عمليا. ورجع مسكين بخفي حنين زي ما بقولوا. فعمليا انهم يستثمروا في الاردن، ليش لا؟ بالعكس هذا واجب، هذا فرض عين انهم يستثمروا في الاردن، يستثمروا في المغرب، ويستثمروا في السودان، ويستثمروا في اليمن. طب بعدين كمان انه ما احنا بنقول عندنا مثل الليل السعيده بتبان من العصر. طب هم لو 30 سنه مجلس التعاون الخليجي تاسس 1981، 30 سنه قديش استثمروا في عمان؟ مع عمان دوله خليجيه، ما استثمروش فلس في عمان يا اخي. البحرين ما هي دوله خليجيه، ما استثمروش فلس في البحرين. طب بدهم يستثمروا في الاردن؟ يا ريت قرروا انهم اخر لما صارت الاضطرابات في البحرين وفي عمان، قرروا 10 مليار للبحرين و10 مليار لعمان. وينهم؟ سالت انا قالوا لسه ما وصلش ولا فلس منهم. طيب لا، هي القصد ايضا مو قضيه استثمار، قضيه انه هذا المواطن. طيب اسم مساعدات. انا مثلا المغرب لديها تحفظ، ليس كالاردن يعني لديها تحفظ انه بجوز هذا ضد ايران والى ما هنالك، لكن الان المواطن الاردني عندما يذهب الى السعوديه، الى قطر، الى الامارات، بدون شيء هم بدهم شيء يذهب، بدهم يذهب كجندي، كمقاتل، يذهب كجندي مخابرات. يعني في اقوى مخابرتين جهازي مخابرات في الوطن العربي حقيقه هي الاردني والمغربي، هذا معروف في العالم. فهم يريدوا الاثنين، يريدوا اجهزه المخابرات حتى تمنع انفجار حروب اللي هي مظاهرات واحتجاجات واشياء تطالب بالاصلاحات، وبدهم يريدوا قوات اردنيه وقوات مغربيه، لانهم هذول مستودع سني حتى يقاتلوا ايران لو وقعت الحرب مع ايران في فتره لاحقه. ليش؟ لانه الاردن ما فيش فيه شيعه، فمع مضمون ان هذول سنه. المغرب ما فيش فيها شيعه، هذول مضمونين سنه ومالكيين. ليش؟ لانه سنه 1990 لما غزا صدام حسين الكويت، كويس، محتلها، السعوديه طلبت قوات باكستانيه، اكتشفوا، لانه وين بدهم يحطوهم؟ بتحطهم في المنطقه الشرقيه اللي عند حفر الباطن، وعند عند اللي هو المنطقه الشرقيه اللي فيها النفط والظهران والدمام، وهذه فيها شيعه. لكن بس خلينا نكمل. فجاءت القوات الباكستانيه، اكتشفت السعوديه انه في شيعه باكستانيين، فقالوا ما اعتقد لما نزير بوتو بعدها نواز شريف اللي اخذ بعدها، انه لا يا اخي جيبوا لنا قوات سنيه بس. قالوا على كيفك، هذا شعب باكستاني، احنا فيش عندنا سنة وشيعة، احنا عندنا هذا جيش، والجيش فيه سنة وشيعة. فالآن بدهم الأردنيين وبدهم المغاربة، لأنه هذولا فيش فيهم شيعة باختصار. بس كانوا أخذوا اليمن، اليمن هي باسة الأيادي في الخليج ده تنضم لمجلس التعاون الخليجي. كيف يأخذ اليمن؟ ما اليمن فيها زيدية، والزيدية أحد فروع الشيعة. ما هي كمان هي النظرة،
طب ما كان اليمن اخذوها، ليش ما اخذوها؟ ده ضحكوا على اليمنيين، قال لهم انه انت قدموا طلب، قدموا طلب اليمنيين، وصار لهم بيستنوا 10 سنين، وين وجابوهم؟ جابوهم في دورة الخليج عشان يضحكوا عليهم يغلبوا الفريق اليمني، لانه الفريق اليمني اضعف فريق، ويضحكوا على اليمنيين، يعني ينزلوا بوزراتهم في الملعب ويغلبوهم. هاي القصة. طب ليش ما اعطوا لليمن استثمارات؟ لو اعطوا اليمن استثمارات ما صارتش الثورة. لو اعطوا اليمن مساعدات كان. طب بعدين ليش اليمن تستنى 10 سنوات حتى تدخل مجلس التعاون الخليجي وما بدخلوهاش، بينما الاردن بيقول لك الان تدخل، المغرب الان تدخل. يا اخي ما احنا يعني بدنا اياهم يترفعوا على هالنظره الطائفيه. ستؤثر هذه على مثلا الجامعه العربيه الان في مرحلتها الجديده ونبيل العربي الوزير الخارجيه الجديد؟ يعني الان بدل ما يروحوا للجامعه العربيه ويقووا الجامعه العربيه ويقووا الرابطه العربيه ويترفعوا على اللي هي هذه السياسات ما قبل الحرب البارده، يجوا يعني يتغيروا زي ما الثورات بتغير المنطقه. الان الانظمه لا، هذه انظمه لا زالت تعيش في الماضي. أنا نبيل العربي جاء أمينا عاما للجامعة الدول العربية، نبيل العربي يمثل ثورة، بكرة حتواجههم مشاكل كبيرة معه. يعني مرة رئيس وزراء الكويت عمر موسى قال له أنت السيجار هذا اللي تدخنه هذا السيجار هذا منا من فلوسنا. نبيل العربي قال لا عمر موسى اللي هو الشيخ صباح أعتقد كان وزير خارجية، قال له هذا السيجار يا مزمة، هذا السيجار تدخنه هذا من فلوسنا. قال له سكت ما حكى. نبيل العربي حيقول لا مش من فلوسك، هذا من فلوسنا. هذا احنا بندخن سيجار، احنا بندخن سيجار من قبل 7000 سنه. هناك معلومات فعمليا الجامعه العربيه بداية. الان الجامعه العربيه الان حتتغير، يعني مش زي زمان يجي اللي هو عمر موسى يبرر لا مش حتصير هيك. الان حتتغير الصوره، او نتامل ان تتغير، لانه هذا جاي من رحم ثوره في ميدان التحرير، مش جاي من 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 مستودع وزاره خارجيه حسني مبارك، لا هذا جاي جابته الثوره، جابته قيم الثوره. فعمليا العرب ربما الان بدهم يحاولوا يقوضوا جامعه الدول العربيه زي ما قوضوها 1990 عندما عملوا دول اعلان دمشق اذا تذكر، وبعدين بعدها يعني صارت اللي هي هاي قصه المجالس العربية والمجالس الخليجية والمجالس المغاربية لإضعاف الجامعة. لا، إذا بدنا إحنا نتصدى للمشروعين الإيراني والمشروع الإسرائيلي، المشروع الإيراني المشروع الإسرائيلي والنهوض التركي، إحنا كعرب إن مناش إلا نعزز الجامعة العربية ونعزز العمل العربي المشترك. مصطفى الفقي ليه يعني استبعدوا؟ مصطفى الفقي هو الوجه الجميل للحزب الحاكم الذي يتصور المعترضون القبيح. لا، المصطفى الفقي ما كان عليه إجماع. مصطفى الفقي رجل يعني كان محسوب على عهد حسني مبارك، وكان اللي هو رئيس قسم المعلومات في مكتب الرئيس مبارك، ومصطفى الفقي قال يعني عمل تصريحات كانت مسيئة جدا، قال انه اي رئيس قادم لمصر يعني يجب ان توافق عليه امريكا واسرائيل، وايد التوريث. فعمليا لا يعني لا يليق بمصر الثورة ان تأتي بواحد من اهل العهد القديم. ليش ما يجي واحد يعني منسجم مع التغيير الجديد في مصر، اللي هو زي نبيل العربي اللي اول تصريح قال انه نحذر اسرائيل من العدوان على قطاع غزه، ولولا التغيير في مصر لاعتدت اسرائيل على قطاع غزه، وقال لا نسمح باستمرار الحصار على اهلنا في قطاع غزه، وفعلا معبر رفح مفتوح للرايح والجاي. هذه الروحيه ما بدهم اياها، ما بدهمش اياها. يعني عمليا يعني جميل يكون فعلا انسان يمثل مصر الحديثه، مصر المستقله، مصر اللي استعادت دورها. طيب الان عندك مصر الديمقراطيه، عندنا مشهدين الان، انتفاضات عربيه وامين عام جديد. ستدخل الجامعه العربيه فيما عجزت عن تحقيقه بالامس او بالسابق؟ يعني هو شوف يعني اكيد يعني ستحاول الانظمه العربيه الدكتاتوريه الفاسده ان تضع عصي في عجله الجامعه العربيه في عهد الجديد، في عهد السيد نبيل العربي، وهو شخص مثقف ومتعلم ومحامي ووطني. يعني سيحاولوا ترويضه زي ما روضوا السيد عمرو موسى، زي ما روضوا قيمه. هم يريدوا شخص مستانس زي عصمت عبد المجيد، زي لكن هو عفرس عبد الباري ليس هو شخصا نافذا، هي سياسات هذه الدول، ويقولون نحن موقفنا كذا، نحن موقفنا كذا، لكن ولا يستطيع أن يفرض رأيه أو توجهه على دولة ما. يا سيدي يفرض هيبته، لا هذا يفرض هيبته، بقول لهم لا بمشيش لسه ما بدكم. يا سيدي بلاش يعمل لنا نشاط ثقافي كويس عربي كويس، يعمل لنا يا سيدي مركز أبحاث جيد، اللي يعمل لنا مؤتمرات جيدة مثلا، وخلص مش خليهم هم خليهم يلعبوا باللعب الطائفي زي ما بدهم، خليهم يتورطوا في 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 سوء أعمالهم. يعني يعملها يا سيدي، يعملها مؤسسة ثقافية لغاية ما يعني تنتشر الثورة في الوطن العربي وتأتي بأنظمة ديمقراطية، أنظمة محترمة، أنظمة عندها يعني مواقف تجاه أنظمة تريد مشروع عربي
مشروع عربي يتصدى للمشاريع الأخرى والمشروع الإسرائيلي على وجه التحديد. يعني هذا هو مطلوب من أمين عام الجامعة العربية. يعني ما يكونش شقشيقة، ما يكونش دندول، يعني ما يكونش شرابة خرج، يكون عنده شخصيته ويكون عنده هويته، وأعتقد السيد العربي سيكون كذلك. شكرا جزيلا لكم السيد عبد الباري عطوار رئيس تحرير جريدة القدس العربي على هذه الساعة. خبر، هناك خبر بأن هناك استشهد قبل قليل في سوريا الشاب أحمد بن زهير العزب في مدينة دارية نقلا عن شبكة أوغاريت، وانتشار كثيف جدا في الدبابات وناقلات الجنود في المنطقة الشمالية في إدلب وحلب. شكرا جزيلا لكم سعد الباري، كما أشكركم أيها السيدات والسادة على حسن متابعتكم. دمتم الله، يرعاكم الله معكم.